أهلا بكم. في العيط الحصبوية ليس كل الأغاني من طبيعة الحال صراعا مع قواذي الاستعمار بين خربوشة من جهة والقائد عيسى بن عمر وأبنائه سيد محمد بن عمر. في أغاني العيط الحصبوية يحضر ما هو اجتماعي بشكل كبير عن العمل والتقاليد وعن الحب. في عيطة الردوني مثلا أو الردة بمعنى المنتظرة، هناك قصة حب ملتهبة بين عاشقين من عبدة. ما الذي تحكيه أغنية ميلودة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه، فابقوا معنا. وهناك الكثير من العيوط التي تتكرر فيها عبارة الردة بمعنى طلب الانتظار والتمهل. وعلى هذا الأساس فإن كلمة الردني هي نداء لشخص ما نطلب منه التمهل والانتظار، وهذا ما يطابق موضوع العيطة في أغنية ميلودة التي جاءت على لسان شابة تطلب من حبيبها الذي سار بين الفرسان يمتطي سهوة جواده أن ينتظرها حتى تودعه. الردني الردني الردني، مهلا مهلا، انتظروا لحظة الوداع حتى أودع حبيبي. ألا لا ألا لا ألا لا، ليس معناها لا لا أي سيدتي، وإنما معناها لا تذهب قبل أن أودعك. إن الحبيبة هنا تنادي على الركب المسافر، تقول الخيلوين الخيلوين، أيتها الخيول إلى أين أنت ذاهبة؟ أي ليالي أي ليالي، أنا لي أن أعرف كل هذه المشاعر التي تختلج في صدر الحبيبة تجعل رغبتها في وداع حبيبها مضاعفة. سبع سلامات سلام يا الغادي زربان، يجيبها حبيبها من بعيد العبيدية لأنها من منطقة عبدة كواتني وما زاد سمابية، فترد عليه قل الزين على سلامته، لكن هذا هو قدرها، هذا وعدي وأنا نصرفه. عليها أن تنتظر سنة بالتمام وبالكمال حتى تلتقي حبيبها من جديد. عيش يا أبا، هل سيطول العمر حصول وفصول، ستمر الفصول ويدور العام ويجمع المحصول. شتى صبات وسقط رياض بمعنى الحديقة وطال المعاد. أي ليالي أي ليالي، أنا لي أن أعرف إن كنا سنلتقي بعد عام. شوفوا حبيبي، أعطى بالدفى وما أبقى بالعسرة، جعلها تشعر بالدفء، لكن سرعان ما تعصرت الأمور حينما عزم على الرحيل. تناديه قبل أن يتوارى عن ناظريها، وتعالى حتى نعود ليك أولد بلادي، وشفتي وبغيتي قبلتي ورضيتي، إنما أصبح يجمع بيننا من حب كان برضاك. لكن الحبيب كان على عجل يخشى أن يتأخر عن الركب، وانت عطلتيني وليام تلاقينا. إن الحبيب لا تقبل بمثل هذه المعاملة وبهذا الفراق المؤقت. خذ الزين ولا تعذبوشي، خذ الزين ودير ليه شروطه، الردوني والردة حتى نقولها لمي. وتعالى دادا يا دادا، عرانا على اللي ما ينسانا، عارنا على اللي ما ينسانا، اللي ما ينسى اللي ما ينسانا، العالي الكريم هو مولانا. أي للعبد أن ينسى، لكن الأمل كله في الله سبحانه وتعالى الذي لا ينسى عباده. ياك تمشي وتولي الكيا في الأول، واللي قال جوج يطلع يسول، يبتعد الركب قليلا وتظل الحبيبة تنادي. وتعالت على يبا، أي أي ومالي ومالي، وعداو يا الخيل أو الخيل، تعالى تعالى، لقد توارت الركب عن نظريها، ما أشبه حبيبها بالقنفذ، ستنقطع أخباره عنها ولن يراها إلا بعد مرور عام. ألا يشبه القنفذ في سباته وفي رغبته أن يعيش وحيدا كما يقول نيتش؟ يا لخيبة أملها،
لهذا نجدها تقول عن نفسها في أحد مقاطع العيطة: شوفوا ميلودة، وهذا هو اسمها، خيبة الميلود، شوف في القنفود، بمعنى مر عام وهي تنتظر حبيبها. لا تنسوا دعمنا في القناة. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.